اوكي طيب هناخد ان شاء الله التمبرال بعد كده نصلي المغرب. تمام طيب الاكسترنال او البيتراس بون عباره عن اكسترنال اير ميدل اير انر اير. الاكسترنال حاجه بسيطه خالص بره كارتلاجينس بارت وير بيننا وجوه بوني بارت. بعد كده هيفصل بينها وبين الميدل اير التيمبانيك ميمبرين اللي هي الاير درام. تمام فوق في بون مدياله انسرشن اسمها سكيوتا وتحت في بون بروجكشن برضو تاني اسمه تيمبانيك انولس. دي المعلومات بتاعت الاكسترنال اير وشكر. تمام كده يبقى تاني كارتلاجينس بارت بوني بارت بعد كده التيمبانيك ميمبرين متوصل ببونه صغيره فوق اسمها سكيوتا وبونه صغيره تحت اسمها تيمبانيك انولس. اوكي طيب الميدل اير الميدل اير دي بتتقسم او اسمها ميدل اير كافيتي الى ثلاث حتت. فوق اسمها ايبي تيمبانم او اسمها اتيك ايبي تيمبانم او اتيك. تحت اسمها ميزو تيمبانم في النص يعني تحت خالص هايبو تيمبانم. تمام كده يا جماعه. طيب ده الجزء بتاع الميدل اير كافيتي. ورا الميدل اير كافيتي هتلاقي الماستويد اير سيلز. اكبر واحده في الماستويد اير سيلز اسمها ماستويد انترا. فتحتها على الميدل اير كافيتي اسمها اديتاس اد انترا. هنشوفها دلوقتي. تمام طيب البون اللي بتكون الروف بتاع الميدل اير كافيتي اسمها تيجمن تيمباناي. البون اللي وراها اللي بتعمل الروف بتاعه الماستويد اير سيلز اسمها تيجمن ماستويدم. تمام طيب بالمره لو انا في الانر اير كافيتي البون اللي بتعمل الروف بتاعها اسمها اركويت ايمينس. هنا الاسامي هتبقى كتير بس ان شاء الله هنراجعها. تمام طيب الحته دي خليها شويه. يبقى تاني انا عندي هنا اسمه ايه ايبي تيمبانم ميزو تيمبانم هايبو تيمبانم. معظم البون البونز بتاعت الميدل اير هتلاقيها في الميزو تيمبانم. دول عباره عن ثلاثه اوسيكلز. تمام فروم لاترال تو ميديال الماليس الانكس الستيبس. ماليس انكس ستيبس فيهم تفاصيل بس مش هناخدهم. الجوينت ما بين الماليس والستيبس اسمها الماليس والانكس اسمها انكيودو ماليال جوينت. تمام طيب الماليس بتبقى اتاتشد للتمبانيك ممبرين عشان الاكسترنال اير. الستيبس بتبقى اتاتشد لحته اسمها اوفال ويندو دي وصلتها بالانر اير. الاوفال ويندو فتحه الفيستيبيول على الميدل اير. تمام طيب البون اللي فوق الروف بتاعها اسمه تيجمن تيمباناي. لو رجعنا ورا هنلاقي الماستويد اير سيلز هيبقى تيجمن ماستويدا. الانر اير الروف بتاعها اسمه اركويت امينس. تمام طيب دول الاوسكلز نفسهم احنا قلنا اسمها ماليس انكس يبقى دي اسمها انكيودو ماليال او ماليو انكيودال جوينت. بعد كده ستيبس الحته دي اسمها فوت بليت اوف ستيبس دي اللي بتريح على الاوفال ويندو اللي بتوصلها على الفيستيبيول بتاعه الانر اير. طيب الانر اير عباره عن حاجتين فيستيبيول ورا وكوكليا قدام. فيستيبيول ورا وكوكليا قدام ومش هنقول ورا وبس ورا فوق وتحت الفيستيبيول. اما قدام تحت الكوكليا. امال فين قدام فوق؟ الفيشيال نيرف. يبقى الفيشيال نيرف بيبقى في الانر اير فوق الكوكليا. فوق الكوكليا مش فوق الفيستيبيول. تمام كده؟ طيب يبقى الكوكليا از انتيريور ستراكشر وانفيريور ستراكشر. تمام؟ الفيستيبيول دي عباره عن لفتين ونص. تمام؟ قوقعه بتلف لفتين ونص. الفيستيبيول دي عباره عن ثلاثه سيمي سيركولار كانال واحده ورا اسمها البوستيريور. دي هتبان في الكورونا لوحديها خالص. لا مش هتبان لوحديها، هتبان ومعاها فتحه الفيستيبيول على البرين اسمها فيستيبولار اكويدكت. يبقى لو انا جاي من ورا لقدام هلاقي البوستيريور سيمي سيركولار كانال وجنبيها ميديا اللي هي مين؟ فيستيبولار اكويدكت. في اتنين سيمي سيركولار كانال تانيين، واحده سوبيريور. يبقى لو انا جاي اكزيال في الانر اير هلاقي السوبيريور سيمي سيركولار كانال لوحديها. تمام؟ واحده ثانيه اسمها لاترال. تمام يبقى انا عندي ثلاثه سيمي سيركولار كانال بوستيريور سوبيريور عفوا سوبيريور ولاترال. تمام الثلاثه بيفتحوا فين؟ في الفيستيبيول. اما الفيستيبيول بقى ليها فتحه على البرين اسمها فيستيبول اكويدكت بتبقى بوستيريور. تمام الروف بتاعهم البوني روف اسمه ايه؟ اركويت امينس. تمام اوكي طيب الانترنال اوديتوري كانال
بيخش فيها كام؟ 7 و8. بعد كده بيتقسم فوق وتحت، قدام وورا. فوق وقدام هيبقى الفيشيال نيرف لوحده، تحت وقدام الكوكليار نيرف، لان مين اللي تحت وقدام في الانر اير؟ الكوكليا. تمام. ورا في الانر اير بيبقى مين؟ الفيستيبيول. فبيتخش لها 2 نيرفين، سوبيريور فيستيبولر وانفيريور فيستيبولر. تمام. وما بين فوق وتحت في بوني بروجكشن اسمه كريستا فالسيفورمس. تمام كده. وقلنا البارس بتاع الفيستيبيول ايه؟ بوستيريور سيمي سيركولار كانال و سوبيريور ولاترال. تمام. اوكي. الفيشيال نيرف، الفيشيال نيرف بيخش اولا بيطلع من مين؟ ميد برين ولا بونز ولا ميدالا؟ بيطلع من البونز، اللاترال اسبكت بتاعته. تمام. بيخش مع 7 و8 ثرو انترنال اوديتوري كانال. بعد كده بيبقى في الموست انتيريور وسوبيريور بارت في الانترنال اوديتوري كانال. تمام. يدخل بعد كده الانر اير برضو انتيريور وسوبيريور. تمام. سوبيريور لمين؟ للكوكليا. يبقى هيعدي فوق الكوكليا. ده اول جزء من الفيشيال نيرف اسمه لابرينثاين سيجمنت. لابرينثاين دي يعني انر اير. تمام. اللابرينثاين سيجمنت الريليشن بتاعته هيبقى فوق مين؟ فوق الكوكليا، هيبقى اباف الكوكليا. بعد كده بيطلع على قدام ويعمل لي انتيريو جينو او اسمها جينيكوليت جانجليا. دي هتدي هتطلع منه نيرف اسمه جريتا سوبرفيشال بتروزل. بعد كده هيقوم راجع لورا، وهو راجع لورا هيقرب قوي من الميدل اير، فبنسميه ايه؟ التيمبانيك سيجمنت. بينزل لتحت شويه بيبقى تحت اللاترال سيمي سيركولار كانال. يبقى اللابرينثاين سيجمنت هيبقى فوق الكوكليا، التيمبانيك سيجمنت تحت اللاترال سيمي سيركولار كانال. بيرجع على ورا وبيعمل لي بوستيريور جينو. بعد كده بينزل من فوق لتحت في الستايلوماستويد فورامين، هيبقى اسمه ساعتها ايه؟ ماستويد سيجمنت، وهيدي لي الكوردا تيمبانا. تمام. يبقى هنا عدى الاول فوق الكوكليا، بعد كده عدى من تحت اللاترال سيمي سيركولار كانال، بعد كده نزل فيه الستايلو ماستويد فورامين، بعد كده هيدي الخمسه تيرمينال برانشز في الجلاند اسمها ايه؟ باروتيد جلاند. تمام كده. اوكي. انا هبدا الاول اكزيال، بعد كده هنتكلم على الكورونا. لو انا اكزيال من فوق لتحت، تمام، عندي هنقسمها كل مره ميدل اير وانر اير. الميدل اير لسه ما بدأتش، لكن مين اللي بدأ؟ شوية اير سيلز. دي مين؟ الماستويد. الميدل اير يا جماعة قدام الميدل اير كافيتي ورا الماستويد، دي كده اسمها ماستويد اير سيلز. أكبر ماستويد سيلز اسمها إيه؟ ماستويد أنترا. خلاص. ده بالنسبة للميدل اير. الانر اير أعلى حتة فيها هي مين؟ سوبيريور. ده الأركود، ده اللي هو الروف نفسه. لا أنا ككونتنت سوبيريور سيمي سيركولار كانال. يبقى الخط الروفانتع ده هو مين؟ سوبيريور سيمي سيركولار كانال، ودي البتراس ايه؟ ايبكس. تمام كده. ده الليفل الاولاني. يبقى اول حاجه هشوفها فوق هي مين؟ سوبيريور سيمي سيركولار كانال. تمام. طيب ده كان مين؟ الماستويد ساينس. اسمه ايه؟ ماستويد بليت او سيجمويد ساينس او سيجمويد بليت. اوكي. نزلت تحت شويه الاستراكشرز كترت. لا، واحده واحده. ناخد اول مين؟ الاول الميدل اير. الميدل اير عباره عن ايه؟ ماستويد اير سيلز. اكبر واحده فيهم اسمها ايه؟ الماستويد انترام. وقلنا الماستويد هتبقى ورا اللي قدام الميدل اير كافيتي. اعلى حته في الميدل اير كافيتي اسمها ايه؟ ايبي تمبانم او الاتيك. تمام. الوصله ما بين الاثنين اسمها ايه؟ اديتس ات انترام. تمام. يبقى ده الماستويد انترام. اللاترال وول بتاعه تمام اسمه كورنر سيبتم. يبقى ماستويد انترام لاترال وول كورنر سيبتم، الفتحه بتاعته اديتس ات انترام، بتفتح على اعلى حته في الميدل اير اللي اسمها ايه؟ الاتيك او الايبي تيمبان. تمام كده. ده الميدل اير. هراجع الكلام ده، هراجعه فاطمني. تمام. الانر اير بقى تعالى، مين الحاجه الكبيره اللي فاتحه فيها دي؟ برافو عليك، الانترنال اوديتوري كانال. جاجولر. ليه؟ انا حاجه هتفتح فيها. الجاجولر يا جماعه هيبقى هنا صح ولا لا؟ مش هنا السيجمويد ساينس. الجاجولر هيبقى هنا بس تحت. لا انا هنا حاجه داخله على هتدخل النيرفات بقى انترنال اوديتوري كانال. تمام. طيب كان عندي فوق السوبيريو سيمي سيركولار كانال صح كده؟ مين اللي ورا دي؟ يا رب. بالظبط كده. انا عندي الفيستيبيول. الفيستيبيول هي اللي ورا ولا الكوكليا؟ الفيستيبيول. كويس. يبقى الاستراكشرز دي كلها تبع مين؟ تبع الفيستيبيول. عندي الفيستيبيول اللي فوق ولا الكوكليا؟
الفيستيبيول تمام. كل الاستراكشر انا فوق يبقى كل الاستراكشر دي تبع الفيستيبيول. فوق خالص شفنا مين السوبيريور سيمي سيركولار كانال. انا عندي اتنين كانالز تانيين واحده هتبقى مين لاتر اللي عامله زي حدوه الحصان دي اللاتر سيمي سيركولار كانال. والنقطه دي اللي لوحديها خالص اللي ورا اللي هي مين ورا البوستيريور سيمي سيركولار كانال تمام. يبقى انا كده خلصت الثلاثه. فوق دي كانت مين سوبيريور سيمي سيركولار كانال تمام. لاترال سيمي سيركولار كانال بوستيريور سيمي سيركولار كانال. مين اللي كانت جنب البوستيريور سيمي سيركولار كانال وبتفتح على البرين الفيستيبولار اكويدكت تمام كده. يبقى الجزء ده الفيستيبيول دي كده لاترال سيمي سيركولار كانال دي بوستيريور سيمي سيركولار كانال وجنبيها انتيميت ريليشن فيستيبولار اكويدكت تمام. الحته دي فتحه السوبيريور سيمي سيركولار كانال اسمها كراس كوميونس تمام. اسمها كراس كوميونس تمام. فتحه السوبيريور مش السوبير بتفتح دلوقتي السوبير جاي من فوق لتحت تمام. فهي بتفتح في الفيستيبيول في حته اسمها كراس كوميونس. المهم الريليشن اللي عايزين نحفظها هنا عشان هتنفعنا في الكورونا ان البوستيريور سيمي سيركولار كانال لاترال والفيستيبيولار اكويدكت ميديال. تاني يا جماعه ادي الماستويد انترا فتحتها ادي تاساد انترا اللاترال وول بتاعها اسمه كورنر سيبتم. الجزء ده الايبي تيمبانم او الاتيك تمام. خلصنا من الميدل اير الانر اير ورا البوستيريور سيمي سيركولار كانال جنبيها ميديال ليها فيستيبيولار اكويدكت. لاترال هنا مين لاترال سيمي سيركولار كانال ودي اسمها كراس كوميونس اللي هي اول حته فيه الفيستيبيول. نزلنا دي بقت مين نفسها فيستيبيول ودي لغايه دلوقتي مين لاترال سيمي سيركولار كانال ودي مين بوستيريور سيمي سيركولار كانال ودي فيستيبيولار اكويدكت. كويس كده. ده كل ده الفيستيبيول اللي ورا. طب لو هتظهر حاجه في الانر اير قدام هيبقى مين؟ انا فوق فيشيال. اكسلنت يا دكتور. ما احنا قلنا فوق هيبقى مين فيستيبيول ورا وفيشيال قدام. يبقى دي اول جزء اول سيجمنت في الفيشيال نيرف اللي اسمها ايه لابرنثاين. الفيشيال عباره عن ثلاثه سيجمنت في الانر اير لابرنثاين وهو داخل على الميدل هيبقى تيمبانيك بعد كده وهو نازل لتحت مستوي. فدي كده اللابرنثاين سيجمنت تمام. ودي طبعا مين انترنال اوديتوري كانال انترنال اوديتوري كانال تمام. طيب بيقول الكوكا مش في الحلق المهم صح. هي قليله. بص ان شاء الله انا هحفظها لكم واللي هيجي في الاسئله هوريها لكم اسهل من كده بكتير بس لازم تاخدها يعني طيب ده الانر اير. طب الميدل اير تعال دي الماستويد الماستويد انترم والفتحه بتاعتها اديتس اد انترم اللاترال وول كورنر سيبتم. دخلنا بعد كده على مين على الميزوتيمبانم صح كده. اول عظمه هتظهر هي مين هي اكبر عظمه فيهم الماليس. الماليس هي الموست سوبيرير الماليس لما برافو عليك لما نلاقي ما فيش ولا عظمه خالص فوق فانا فوق ما لقيتش تحت فانا تحت. لقيت اول ما لقيت الاوسيكلز اعتبر نفسك في الميزوتيمبانم تمام. هي سهله كده. طيب اول الموست سوبيرير هي الماليس الموست انفيرير هي الماليس الموست انتيرير هي برضه الماليس هي الماليس برضه بص اعتبرها الماليس تمام. هي ما انت عشان تسهل على نفسك عظمه لوحديها تبقى ماليس ماشي عشان بس ما نغلطش. فلو عظمه لوحديها ماليس تمام كده. السبيس اللي لاترال ليها اسمه بروساك سبيس. يهمني الاسم ده عشان بتطلع في ليجن معين بتاعته كوليستياتوم معين تمام. طيب يبقى الانر اير الجزء اللي قدام لابرنثاين سيجمنت اوفيشال الجزء اللي ورا فيستيبيول تفاصيله دي الفيستيبيول نفسها ودي لاترال سيمي سيركولار كانال ودي بوستيرو سيمي سيركولار كانال. اللي جنب البوستيرو سيمي سيركولار كانال فيستيبيولار اكويدكت. الميدل اير ماستويد انترم اديتس اد انترم كورنر سيبتم. طلعنا قدام هنلاقي الماليس سيبك هيد وبادي وكلام من ده حرام يعني تمام. بعد كده بروساك سبيس تمام اوكي. نزلنا تحت شويه مفيش اي مشكله ناخد الانر اير الاول. اللي ورا كان مين ده الفيستيبيول فتحت مين خلاص فيه لكن لسه ما فتحتش البوستيريور سيمي سيركولار كانال ودي مين نهايه فتحه الفيستيبولار اكويدكت. قدام مين لابيرنثاين سيجمنت وفيشل. كويس قوي خلصنا من مين من الانر اير ودي طبعا الانتيريور ديتو كانال وده البيتروس ابيس. ورا ده الماستويد انترم وده الكورنر سيبتم ودي نهايات الاديتس اد انترم. ظهر لي اتنين بونز ماليس و
انكس، واللي ما بينهم جوينت، ماليو انكيودال او انكيودو ماليال جوينت، واللي سبيس اللي لاترال ليهم بروساك سبيس. كويس قوي كده، تمام. دي كان اسمها ايه؟ سيجمويد بليت، علشان او ساينس، عشان هيظهر هنا الجاجولر ليتر اون. طيب هنا بيقول لك اللابيرنثاين سيجمنت هتبقى فوق مين؟ يبقى انا لو شفت استراكشر شويه كده تحت في الحته دي هيبقى الكوكليا، تمام. بدا يظهر استراكشر في الحته دي، يبقى ده بدايه مين؟ الكوكليا. يبقى دي اعلى حته في الكوكليا، اما دي اوطى حته فين؟ في الفيستيبيول. مين اللي هتفتح فيها من ورا دي؟ البوستيريو سيمي سيركولار كانال. طب مين الاستراكشر ده؟ مين؟ التيمبانيك بارت اوف فيشل. لان قلنا التيمبانيك بارت بيبقى تحت مين؟ اللاترال سيمي سيركولار كانال. تعال نقول تاني، مش هنا كان فيه اللاترال سيمي سيركولار كانال؟ لو نزلت تحت شويه هيبدا يظهر لي الاستراكشر ده، ده الفيشل نيرف اللي هو التيمبانيك سيجمنت بالظبط. يبقى دي الانتيروجينو اللي هي اللي اسمها الجانجلي جينيكليت جانجلي، ودي هتبقى البوستيروجينو، وده تيمبانيك سيجمنت، وده الجزء اللي هيظهر تحتيه اللي هو بدايه الكوكليا، تمام. طيب ده الانر اير، تعال على الميدل اير، ده الماستويد انترا. دي هتظهر، هقول لك دلوقتي، هقول لك بس في اللي تحتيها بقى، في اللي تحتيها. لا 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 خلاص يعني كله. طيب دي اسمها ايه؟ ماليس انكس انكيودي ماليس جوينت بروساك سبيس ماستويد انتر، ما خدناش فيها داتا جديده، تمام. طيب طيب هننزل تحت سنه، تمام. تحت سنه مين اللي قدام؟ الكوكليا. ومين ده؟ الفيشيال. ومين ده؟ الفيشيال. هنا الفيشيال اتقسم، تمام كده، لانه ظهرت هنا الميدل اير. خلاص انا عايز اخلص الاول من الانر اير عشان ما نتلخبطش. دي مين اللي بتفتح ورا دي؟ البوستيريو سيمي سيركل كانال، ودي من نهايات مين؟ الفيستيبيول. احنا خدنا قبل كده فتحه للفيستيبيول على البرين اسمها فيستيبولار اكويدكت، هناخد بعد كده فتحه على الميدل اير اسمها اوفال ويندو. يبقى انا عندي اتنين ويندو، اوفال وراوند. الفي مع الفي، الفيستيبيول بتفتح باوفال، يبقى دي اسمها ايه؟ اوفال ويندو. بعرف ازاي انها ويندو؟ ميه مع هواء، لان دي فيها اندوليمف ودي فيها اير، فدي اسمها اوفال ويندو. ده البورد ده تبع مين؟ الكوكليا. الكوكليا في الكورونال خدنا كوكليار اكويدكت، فاكرين كان بين الانتينيوديتر كانال وبين الجاجولار فورامين. دي فتحتها على مين؟ على البرين. فتحتها على الانتينيوديتر كانال عشان يخش منها الكوكليار نيرف، اسمها كوكليار ابريتشر. كوكليار ابريتشر، الحته دي اسمها كوكليار ابريتشر، تمام. يبقى الانر اير خلصت، اللي هي ايه؟ سيبوستيريو سيمي سيركولار كانال، فيستيبيول، اوفال ويندو. ده ورا، قدام هتلاقي الكوكليا وكوكليار ابريتشر، والجزء ده اللي هو الانتيريور بارت بتاع التمانيك او اسمه جينيكلو جانجل، الجزء ده البوستيريور بارت او البوستيريو جينو. طب تعالى بقى نشوف الميدل اير، برضو ماليس وانكس وبروساك سبيس، لكن هنا ظهر ورا شويه حاجات ثانيه. ظهر حاجه عامله زي الهرم، صح كده؟ اسمه بيراميدال امينس. بيراميدال امينس، مين اللي موجود فيه؟ الفيشيال نيرف، صح كده؟ وجنبيه عضله صغيره اسمها ستابيدس ماسل، تمام؟ مش مشكله، هنقول الفيشيال نيرف وبس. جنبيه هنا ريسس لاترال ليه وميديال ليه ريسس تاني. الريسس ده اسمه فيشيال نيرف ريسس، والريسس ده اسمه ساينس تيمباناي. يبقى تاني تعال نقولها بقى على الداتا. الانر اير دي اسمها ايه؟ بوستيريو سيمي سيركولار كانال، ودي الفيستيبيول، ودي الاوفال ويندو ده ورا، قدام دي الكوكليا، ودي اسمها كوكليار ابريتشر، وده التيمبانيك سيجمنت بتاع مين؟ الفيشيال نيرف. ده برده نهايه التيمبانيك سيجمنت اللي هي البوستيريو جينو، ومعاه مسل صغيره هتظهر اسمها ستابيدس، هيظهروا جوه حته هرميه اسمها بيراميدال امينس. في ريسس لاترال ليها اسمه فيشيال نيرف ريسس، وريسس ميديال ليها اسمه ساينس تيمبانال، تمام. طيب نزلنا تحت شويه عشان ما نتلخبطش. الانر اير مين دي اللي قدام كلها لوحديها؟ الكوكليا، ما هي شكلها شكل القوقعه، ما فيش اي مشكله، تمام. الكوكليا هتعدي من تحت الفيستيبيول عشان تفتح ميه على هواء، فتحتها في الايه؟ في الميدل، في الميدل اير، لان هي قلنا ايه؟ لينف مع اير، يبقى هتلاقي ميه هواء. فتحه الكوكليا اسمها ايه؟ راوند ويندو. يبقى الاوفال ويندو شفناه فوق، ده هيبقى الراوند ويندو وهيبان تحت احسن من كده، تمام. دي كان اسمها ايه يا جماعه؟
يبقى ده هيبقى بداية مين؟ اه هيظهر معانا بعد كده. المهم يبقى ده عندي راوند ويندو ودي عندنا الكوكلي. طب تعالى نشوف الجزء ده، الجزء تبع فيشن نيرف والجزء ده برضو تبع الفيشن نيرف. خلاص الويندو دايما ده كده يعني ميه على هواء، ميه على هواء لان فتحه فتحه انر على ميدل. طيب انا عندي هنا الثلاثه اوسكلز باينين، ماليس وانكس، ومين اللي كانت مريحه على الاوفال ويندو؟ الستيبس. يبقى الحته دي تبع مين؟ تبع الستيبس. دي تبع الفيشن نيرف ودي تبع الفيشن نيرف ومعاه مصل ثانيه هيبقى ايوه الستابيلس. والبوني بروجكشن ده اسمه بيراميدال امينس، الريسس ده اسمه فيشن نيرفسس، والريسس ده اسمه ساينس تمبرا. نزلنا تحت شويه، تعال نشوف الاول الانر اير. تمام الانر اير هنا مين اللي موجوده فيها؟ الكوكليا اللي عامله زي الطبقه دي وفتحتها على الميدل اير اسمها ايه؟ راوند ويندو. تمام وده عندنا اللي بره خالص ده السيجمويد بليت، وده بدايه ايه؟ الجاجولار بارك. طب كويس قوي. الحته دي بتاعت الاول البونز دي الماليس والانكس وبرده هيبقى الستيبس، والجزء ده الماستويد سيجمنت وفيشن نيرف. خلاص احنا نزلنا تحت شويه. تمام الماستويد سيجمنت ومعاه مين؟ ومعاه الاستابيدس ماسل. هيبقى الماستويد سيجمنت ومعاه الاستابيدس ماسل. ماشي طب هي انتيرو المفروض. تمام نعم دي الكوكلير اكويدكت اللي هتبقى ما بين، فاكرين فوق هتبقى تبان في الكورونا الاحسن. فوق كان مين؟ الانترنال اوديتوري كانال. تحتيها لا واحنا في الكورونا الانترنال اوديتوري كانال، بعد كده كوكلير اكويدكت، بعد كده جاجولار بارب. الحته دي فتحه الكوكليا على البرين كوكلير اكويدكت. انا كده خدت ثلاث فتحات للكوكليا على الانترنال اوديتوري كانال كانت مين؟ الكوكلير ابريتشر اللي هو ده صح كده؟ وعلى الميدل اير كان راوند ويندو، وعلى البرين بقى نفسه كوكليير اكويدكت. تمام كده الفيستيبيول فتحت على البرين فيستيبولار اكويدكت اللي كانت بوستيرور وفوق، بعد كده فتحت على الميدل اير بايه؟ باوفال ويندو، وهتفتح على الانر اير حاجه اسمها ماكولا كريبروزا كمان شويه. تمام طيب في هنا جزء من الاكسترنال اير بدا يظهر، بس هنشوفه احسن بقى في الايه؟ في الجزء اللي جاي. تمام طيب نزلنا تحت شويه، ده انهي سيجمنت من الفيشن نيرف؟ الماستويد. هل ده تبع الفيشن نيرف؟ لا ده خلاص كده انا نزلت تحت، دي ماسل ثانيه. تمام هنشوفها دلوقتي. طيب لو انا عندي اوسكل واحده متبقيه هتبقى مين؟ ماليس. اوكي دي انهي كانال بقى دي؟ الاكسترنال اوديتوري كانال. خلاص دي مين دي؟ ساعات بيسموها البيزل تيرن مفيش اي مشكله. طب ده مين؟ ده تبعنا بالظبط كده. اما دي تبعنا كوكليير اكويدكت. كويس قوي. بالمره المصل الاخيره دي اسمها تنسور تمبانال. تمام تحت هي ليفلنج تحت خالص. تحت هيبان ازاي؟ لما الاقي الكوكليا واضحه جامد خلاص انا كده اوريدي تحت. تمام لان الفيشيال بيبقى اباف الكوكليا. تمام دي كده مين؟ الكوكليا. دي ساعات بيسموها البيزل تيرن اوف الكوكليا، ودي كانت نهايات كوكليا كده. ده جاجلر. دي طبعا اخر حاجه هتبقى ماليس. تمام تنسور تمباناي وده الماستويد سيجمنت. تمام سيبك ان يعني يقول لك ده كوردا تمباناي صعب قوي. طيب ما صحش بالظبط. الحته دي كانت نهايات مين؟ السيجمويد بليت. يبقى ده بقى كله على بعضه مين؟ جاجلر. يبقى ده مين؟ جاجلر سباين. بارز نيرفوزا بارز فاسكولوزا. الحته دي ايوه ده الكاروتيد صح كده. المسل دي التجمنت تمبناي. تمام اما الحته دي ايه دي؟ التنسور. انا اسف التنسور تمبناي. التنسور تمبناي ده التمبانيك ايوه الاير درام. يبقى ده كده التمبانيك ممبرين وده كده اكسترنال اوديتوري كانال، ودي انهي سيجمنت من الفيشيال؟ الماستويد سيجمنت اوفيشال نيرف ويعني كوردا تمبناي. ماشي اوكي. طيب انا دلوقتي كورونال بسم الله نكمل بقى على الكورونال. احنا هنبدا كورونال لكن من ورا خالص. تمام تعال من ورا خالص. فاكرين الاكزيالات؟ تمام الاكزيال فوق واحنا في الاكزيال فوق كانت الدايره دي مين؟ الماوس. نظبط بس الماوس بالظبط. النقطة دي كانت فين؟
posterior semicircular canal. وكان مين اللي ميديا ليها؟ vestibular aqueduct. انا هنا بقى قطع على الليفل ده ورا خالص، يبقى مين اللي ظهر هنا في الانر اير؟ دي انر اير ودي ميدل اير. دي كده مين؟ ال posterior. انا هنا most posterior، انا كورونر بقطع من ورا لقدام، يبقى دي مين؟ posterior semicircular canal. واللي ميديا ليها دي vestibular aqueduct. تمام كده؟ هي هتفتح على بره، هتفتح تمام، بس انا بقول لك انا لقيتها كده ايه بطولها، انا لقيتها بطولها. طيب برضو بوستيريو بس ورا، كانت بالسيجمنت دي عفوا بوستيريو بس تحت، ده كان فوق وتحت، كانت الحته دي من الفيشن اللي اسمها ايه؟ ماستويد سيجمنت اهي. يبقى دي اللي ستايلو ماستويد فورامين ودي الماستويد سيجمنت، انا لقيتهم بقى عشان كورونا لقيت كذا ليفل مع بعض. الحته دي كلها اسمها ماستويد اير سيلز، اكبر واحده فيهم كانت مين؟ ماستويد انترام. الروف بتاع الماستويد انترام كان اسمه ايه؟ تيجمن ماستويدا. فاكرين الروف بتاع الانر كانال اركو بتاع الانر اير اركويت امينس؟ الروف بتاع الميدل اير قدام هيبقى اسمه ايه؟ ماستويد تيجمن تيمبرام، تيجمن تيمبرام ده تيجمن ماستويدا. تمام، وده هيبقى مين وده مين؟ ده فاكرينه قبل كده؟ جاجولار و ايه دي؟ يبقى انا دلوقتي لو عايز في البترس عايز اعرف قدام من ورا، ابص على هنا حاجتين، على الجاجولار تمام والماستويد. الماستويد انترام هنا او الماستويد بروسس از بوستيريور ستراكشر، الجاجولار از بوستيريور ستراكشر. وانا بوستيريور هتلاقي العلاقه اللي قلناها قبل كده ان البوستيريور سيمي سيركولار كانال لاترال للفيستيبولار اكويدكت. دخلنا قدام شويه تمام، البوستيريور سيمي سيركولار كانال كانت عامله كيرف تمام، انا لقيتها ورا لقيت الكيرف نفسه، لكن قدامها لقطها في صوره ايه؟ نقطتين. تمام، فالنقطتين دول تبع نفس الاستراكشر اللي هو مين؟ بوستيريور سيمي سيركولار كانال. تمام، والحته دي تبع ايه؟ الفيرتيكال سيجمنت اللي هي الايه؟ الماستويد سيجمنت بتاعه الفيشن نيرف. تمام، ومين البروسيس ده؟ ستايلويد. مين البروسيس ده؟ الماستويد. مين الحته دي؟ جاجولار. ومين الحته دي؟ هايبوجلوسال. وده طبعا ايه؟ جاجولار بروسيس، عفوا الجاجولار تيوبيكال. وده تيجمن ماستويدم ودي ماستويد انترم ماستويد اير سيلز. طلعت قدام سن تمام كده، وانا قدام سن تمام لغايه دلوقتي حته الستايلويد والماستويد والجاجولر خلاص ما فيش اي مشكله فيها. مين اللي بتخش دي الكبيره دي؟ الانترنال اوديتوري كانال. كويس قوي. وانا هنا بوستيريور، هل كوكليا ولا فيستيبيول؟ فيستيبيول. كويس قوي. هنعتبر دلوقتي البوستيرور خلاص دخلت في مين؟ في الفيستيبيول. بقى عندي اتنين، واحده فوق وواحده لاترال. دي هتبقى مين؟ سوبيريور سيمي سيركولار كانال. ودي هتبقى مين؟ لاترال سيمي سيركولار كانال. فاكرين اللاترال سيمي سيركولار كانال كانت بتعدي من فوق مين؟ الفيشيال. بالظبط كده. مش احنا شفنا قبل كده من ورا الديسندنج سيجمنت اللي هي الماستويد دي كانت ماستويد صح؟ هتطلع بعد كده هتبقى التيمبانيك اللي هيطلع من ايه؟ من ورا لقدام. يبقى دي التيمبانيك سيجمنت او البوستيريور جينوم، قول تيمبانيك وخلاص، سيجمنت اوفيشال نيرف. تمام كده، بيبقى ريليتد لمين؟ لللاترال سيمي سيركولار كانال. معايا يا جماعه ولا لا؟ يبقى كده فيستيبيول و سوبيريور سيمي سيركولار كانال و لاترال سيمي سيركولار كانال و تيمبانيك سيجمنت اوفيشال نيرف. فاكرين الشكل الهرمي ده كان اسمه ايه؟ بيراميدال امنس. لاترال له فيشر ريسس، ميديال له ساينس تيمبانال. يبقى البيراميد يبقى ده اسمه ايه؟ بيراميدال امنس. ولاترال له فيشر نيرف ريسس، ميديال له ساينس تيمبانال. كويس كده. بعد كده ده جزء اللي هو الايه؟ الميزو تيمباني، وده اكسترنال اوديتوري كانال. ماشي، طلعنا قدام شويه، قدام شويه دي هتبقى مين؟ فيستيبيول. دي مين؟ انترنال اوديتوري كانال. يبقى النقطه اللي فوق دي سوبيريور سيمي سيركولار كانال، النقطه اللي لاترال سيمي سيركولار كانال، واللي تحتيها تيمبانيك سيجمنت اوف فيشن نير. البوني بروجكشن ده اسمه اركويت امينس تمام، وده عادي ماستويد انترا تمام. هتقول لي فين الميدل اير كافيتي؟ احنا قلنا اللي ورا الماستويد واللي قدام هيبقى ميدل اير كافيتي، يعني الميدل اير كافيتي هيظهر قدام شويه تمام. طيب الفيستيبيول فتحتها على الميدل اير كان اسمها ايه؟ ايوه، انهي ويندو؟ اوفال ويندو. برافو عليك، الفي مع الفي، اوفال ويندو. ولغايه دلوقتي دي اسمها ايه؟ اكسترنال اوديتوري كانال تمام. هنا بيقول لك فتحه الانر اير اسمها بوروس اكوستكس. طيب دي لغايه دلوقتي انترنال اوديتوري كانال. النقطه اللي فوق دي سوبيريور سيمي سيركولار كانال، ودي لاترال سيمي سيركولار كانال، ودي على بعضيها فيستيبيول، وفتحه الفيستيبيول اوفال ويندو، وده اسمه ايه؟
ايوه ده الفيشيال نيرف التيمبانيك سيجمنت بتاع فيشيال نيرف. تمام، مين اللي ظهرت تحت الفيستيبيول دي؟ بدايه الكوكليا بالظبط كده، بدايه الكوكليا. يبقى دي خلاص دي مش فيستيبيول، دي بدايه الكوكليا. كويس قوي. تمام، مين اللي مريحه الحاجه اللي مريحه على الاوفال ويندو دي؟ الستيبس بالظبط كده، دي الفود بليت بتاع الستيبس. الخط ده اسمه ايه؟ لو عظمه، بس دي لسه مش عظمه واحده، هي اكشوال دي مش عظمه، دي حته صغنططه خالص. تمام، لكن لو عظمه ظهرت، لو عظمه ظهرت اوسك الزهره لوحديها ميليس صح. تمام، دي مين دي؟ يبقى العظمه الصغنططه اللي فوق سكيوتم، العظمه اللي تحت تيمبانيك انيولس، ودي اكسترنال اوديتوري كانال. هنا بيقول لك شكله بقى عامل زي الايه، هي المناير كتير عندنا في المنهج يعني. تمام، يبقى تاني سوبيرو سيمي سيركولار كانال، لاترال سيمي سيركولار كانال، فيستيبيول، اوفال ويندو، ودي الحته بتاعت الستيبس الصغنططه. دي مين؟ بدايه الكوكليا. لا هي بتبقى تحتيها، هي مش كوتينيوس، هي تحتيها بس هنا بس يعني كان بيقول لك كبارشا فوليوم باينين كانهم جنب بعض. دي مين؟ تيمبانيك ممبرين، دي سكيوتم، تيمبانيك انيلس، اكسترنال اوديتوري كانال، الحته دي اللي هي الاركويت امينس، ودي ماستويد انتر. تمام، طلعنا وطبعا النقطه اللي تحتيها اللي هي الفيشن نيرف. طلعنا قدام شويه البتاع ده بقى هدهد. طيب اللي فوق ورايح هتلحم، دي مين؟ سوبيريو سيمي سيركولار كانال. ودي مين؟ السوبيريو سيمي سيركولار كانال بتخش جوه مين؟ بالفيستيبيول. ودي اللاترال سيمي سيركولار بتخش جوه مين؟ بالفيستيبيول. وتحت اللاترال سيمي سيركولار كانال الفيشن نير. الفيستيبيول كانت فتحت على الميدل اير بايه؟ اوفال ويندو. فتحت قبل كده على البرين ورا فيستيبيول اكودكت. بتفتح بقى على الانر اير بحاجه اسمها ماكيولا كريبروزا، حاجه كده مشعره ماكيولا كريبروزا. مين الحاجه اللي تحت دي؟ الكوكليا، بدايه الكوكليا. تمام، يبقى السبيس ده الميدل اير بقى ظاهره بالكامل. السبيس اللي فوق من الميدل اير اسمه ايه؟ ايبي تيمبانم او اتك. يبقى دي كده الميليس. تمام، ميليس، يبقى دي غالبا الانكس، والحته دي غالبا ستيبس. ماكيولا كريبروزا على الانر اير هدهد. هيبان في اللي بعديه، هيبان على الميدل اير بتفتح على اوفال ويندو، على الانترنال اوديتري كانال عفوا ماكيولا كريبروزا، وعلى البرين فيستيبل اركودكت. تمام، طيب يبقى ده كده ايبي تيمبانم اواتيك، الحته دي ميزو تيمبانم، ده هايبو تيمبانم. انا شايف الثلاثه ليه؟ لان انا كورونا. طب السبيس اللي لاترال، اللي لاترال، ايوه لاترال للاوسيكلز اسمه بروساك سبيس. تمام، والحته دي اسمها سكيوتم، والحته دي ايه؟ تيمبانيك انيلس، واللي ما بينهم تيمبانيك ممبرين. تمام، طيب دخلت كمان اكتر من كده، ده هيبقى مين؟ الفيشيال نيرف. خلاص انا مش لازم بقى اشوف اللي هي اللاترال سيمي سيركولار كانال، بس انا عرفته من مكان فيشيال نيرف. لو في هنا عظمه لوحديها ماليس. تمام، دي هتبقى مين؟ وده انترنال اوديتوري كانال. الحته دي كان اسمها اركويت امينس، وهي بتغطي مين؟ عفوا عرفني الفيشيال ان انا مش عارف اوصل لها. في علامه للفيشيال هنا، في علامه ثانيه للفيشيال، ايه هي دي؟ مين؟ مين اللي بيبقى فوق الكوكليا؟ انهي سيجمنت؟ اللابرنثاين سيجمنت، صح كده؟ يبقى الفيشيا كان له الاثنين ريليشن. تحت اللاترال سيمي سيركولار كانال هتلاقيه موجود، وفوق الكوكليا. يبقى لو انا لو لقيت خط، لو حتى ما عرفتش ده مين؟ اللي هو الانتيريور نو جينيك لينك. ايوه انا دلوقتي قاعد اطلع ايه؟ انا كورونا، انا كورونا، انا كورونا بطلع منين؟ من ورا لقدام. كان الفيشيال نيرف تحت اللاترال سيمي سيركولار كانال، ده وانا ورا طلعت قدام مفيش لاترال سيمي سيركولار كانال، الفيستيبيول خلصت، بس ظهرت بدلها مين؟ الكوكليا. هو بقى فوق الكوكليا، لان لو تتذكروا في الانترنال اوديتري كانال كان فوق وقدام فيشيال نيرف، تحت وقدام كوكليار نيرف، لكن ورا كان مين؟ سوبيرو انفيرو فيستيبولار. معايا ولا لا؟ ماشي. طيب طبعا الروف بتاع الميدل اير اسمه ايه؟ تيجمنت تيمباناي، لكن الروف بتاع الماستويد تيجمنت ماستويد، الروف بتاع الانر اير اركويت امينس. تمام كده؟ اوكي. وده طبعا اللي هو التيمبانيك. ايه الاستراكشر ده اللي بدا يظهر؟ جاجولر. مش الجاجولر ده كان بوستيريو استراكشر؟ صح؟ مين الفيسل اللي قدامه؟ الكبير العظيم اللي قدامه؟ انترنال كاروتيد، بس كده. يبقى الجاجولر ورا، الماستويد ورا،
اما قدام الكاروتيد والجوينت الكبيره اللي هتتكون دي. ايوه المانديبل تي ام جي يبقى ده المانديبل ودي التيمبورال والتيمبورو مانديبولر جوينت. تمام كده اوكي يبقى ده مين كوكليا واللي معدي من فوقيها خلاص هنا مفيش بقى داتا كتير ماليس وانكس فيشل نير كوكليا وده ايه كاروتيد ومانديبل نفس الكلام كوكليا فيشل يعني سيبك حته كوكليا فورم دي بوس وانكس وماليس تمام هنا مفيش بقى داتا كتير تمام يبقى انا لو هنا هعرف قدام من ورا هعرف قدام من ورا بس جاجولر وماستويد او كاروتيد ومانديبل طب هتقول لي ايه ده مش الكاروتيد كان له فيرتيكال بارت وهوريزونتال بارت ايوه ده الهوريزونتال بقى ده كان فيرتيكال لان شايفه من فوق لتحت صح كده طلع بقى مين هوريزونتال هشوفه من قدام لورا فهلقطه كدايره صح اوكي تمام كده الكوكلي بقى مره ونص ومش عارف ايه ماشي طيب انا خلاص انا طلعت قدام خالص تمام دي الثلاثه سبيسز مفيش فيهم ايه مفيش فيهم اوسيكلز ماشي طيب ده تسميعه كده صغيره خالص على الاكزيالات واحده ثانيه على ايه على الكورونات اكزيالات من فوق لتحت نركز بقى مع بعض عشان دي الريفيجن من فوق خالص سوبيريو سيمي سيركل كانيال نزلت تحتيها لقيت النقطه اللي ورا لا ترسي سيمي سيركل والحدوه الحصان دي عفوا ده بوستيريو سيمي سيركل كانيال والحدوه دي ايه لاترال ايه اللي جنب البوستيريو سيمي سيركل كانيال فيستيبيول اكوادر هنكمل انر اير بس انر اير دي هتبقى مين فيستيبيول ودي لاترال سيمي سيركل كانيال ودي ودي فيستيبيول اكوادر مين الاستراكشر اللي ظهر قدام ده فيشيال نيرف لابرينثاين سيجمنت يبقى ده مين فيشيال نيرف لابرينثاين سيجمنت اما دي فيستيبيول ودي بوستيريو سيمي سيركل كانيال فيستيبيول اكوادر تمام مين اللي ظهر ده بالطول التمبانيك سيجمنت بتاع الفيشل ومين اللي ظهر هنا مكان الفيشل ده الكوكليا ظهرت قدام مين الكوكليا تمام دي مين نهايات الفيستيبيول كويس قوي نكمل ده مين الكوكليا لا قدام قدام بقى الكوكليا وفتحه الكوكليا اللي هي كوكليار ابريتشر فتحتها على الانر ايه كوكليار ابريتشر مين اللي ورا دي فيستيبيول وبتفتح فيها البوستيريو سيمي سيركلر كانال وبتفتح على الميدل اير بايه اوفال ويندو ومين السيجمنت دي والسيجمنت دي التيمبانيك سيجمنت اتقسمت لقدام وورا تمام نكمل انر اير تمام مين الجزء اللي بقى لوحده قدام خالص ده الكوكليا ودي نهايات نهايه الفيستيبيول بدايه الكوكليا هنشوفها كمان شويه تمام دي نهايه مين انترنال اوديتوري كانال ودي بدايه مين كمل معاه الجاجولار بالب ده الجاجولار بالب لان انا بوستيريو ستراكشر دي هنا بقت الكوكليا لوحديها صح كده الكوكليا لوحديها الكوكليا فتحت هنا فتحايه اللي هي مين راوند ويندو خلاص يبقى هنا فتحت الفيستيبيول اوفال ويندو نزلت 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 دي بقت فتحه الكوكليا اللي هي ايه الاوفال الراوند ويندو خلاص اوكي نزلت بقت كوكليا بس كوكليا بس خلاص خلصت تمام كده دي بالنسبه للايه للانر اير تعال نخش بقى في الميدل اير الميدل اير كانت هنا فوق فين ماستويد اير سيلز وبس بدات هنا يبقى ده مين ماستويد انترا والوول بتاعه كورنر سيتم والفتحه بتاعته ماستويد اديتس او اديتس اد انترا تمام الميدل اير كافيتي هنا لسه فاضي هنا ظهرت عظمه بقت الماليس هنا ظهر عظمتين الماليس والايه والانكس والسبيس اللاترال ليهم بروساك سبيس هل في اي داتا هنا هنا بقى اتقسم الفيشل نيرف التيمبانيك سيجمنت قدام وورا صح كده اوكي عظمه ده انا عديت صف بالكامل العظمتين دول ايه وده التيمبانيك سيجمنت صح كده التيمبانيك سيجمنت اتقسم لقدام وورا وظهر هنا البيراميدال ايمينس ومعاه الاستابيدس ماسل والسبيس اللاترال له فيشل نيرف ريسس السبيشال ميديال له ساينس تيمباناي اوكي كملنا لقينا الفوت بليت اوف ستيبس بتظهر معانا في الحته دي كملنا الماليس هتكمل لوحديها خالص وهنا بقى ده مين الماستويد سيجمنت اوف فيشل نيرف نازله 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 تمام لغايه لما تنزل في الايه الستايل ماستويد فورامين الخط ده كان مين تمبانيك من بريودي اكسترنال اوديتوري كانال الاكزيالات كده اوكي اوكي التو ويندوز تمام عندنا انا بكمل مع الفيستيبيول فيستيبيول 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 فتحت تمام كده فالفيستيبيول كده بتفتح ايه ميديال شويه لكن الكوكليا تحس انها فاتحه ايه جوه الانر اير تمام هتبقى ناحيه الميدل اير اكتر الانر اير اكتر تمام اوكي فدي كده اللي هي الايه راوند ويندو لكن دي كده الاوفال ويندو
اوكي. طيب دي كده فيستيبولار اكوداكت صح كده ولا لا؟ دي كده كوكليير ابريتشر مش اكوداكت. امال فين الكوكليير اكوداكت؟ اهي تمام. يبقى دي فيستيبولار اكوداكت از ا بوستيريور ستراكشر بوستيريور وسوبيريور. لكن هنا دي ايه؟ الكوكليير اكوداكت انفيريور ستراكشر وريليتد للجاجولار بالب. تمام. طيب تعال نخش في الكورونالات. انا جاي من ورا لقدام. لو انا من ورا يبقى مين دي؟ بوستيريور سيمي سيركولار كانال. ومين دي اللي ريليتد ليها؟ فيستيبولار اكوداكت. تمام. دي مين؟ دي البوستيريور سيمي سيركولار كانال، بس انا قاطعها ايه في حتتين، بوستيريور سيمي سيركولار كانال لوحديها، والسيجمنت دي مين؟ ايوه الماستويد بارت بتاعت ايه؟ الفيشن نيرف. تمام. مين دي بقى اللي ظهرت؟ الفيستيبيول. يبقى دي مين؟ سوبيريور سيمي سيركولار كانال، ودي لاترال سيمي سيركولار كانال. فيستيبيول سوبيريور سيمي سيركولار كانال لاترال سيمي سيركولار كانال. الفيستيبيول هنا عامله زي المنطاد، فتحت الفتحه دي اللي هي ايه؟ اوفال ويندو. تمام. بعد كده فتحت فيها اللاترال سيمي سيركولار كانال، لو كملت معاها فتحت فيها السوبيريور سيمي سيركولار كانال، وهي نفسها فتحت علينا الريب ايه؟ ماكيولار بروزا. تمام. اوكي خلاص كده خلصنا الفيستيبيول بالنسبه للانر اير. دخلت بدات تتكون مين؟ الكوكليا. بدات من اول هنا، ادي الكوكليا ادي الكوكليا ادي الكوكليا، كل ده مكمل على هيئه ايه؟ كوكليا. تمام. طيب فوق الكوكليا مين اللي ظهر؟ الخط ده الفيشيال. فوق الكوكليا الفيشيال، نهايه الفيشيال. فكل ده انهي سيجمنت؟ لابرينثاين سيجمنت. الميدل اير هنا ما فيهاش يعني كلام كتير، ده هيبقى الماستويد انترم. تمام. ماستويد انترم اديس انترم ده بشوف في الاكسيال. تمام. بعد كده عادي الانكيودو ايه ماليا جوينت، وهنا التمبانك ايه؟ التمبانك ممبرين، الحته اللي فوق اسمها سكيوتا، من الحته اللي تحت اسمها تمبانك انوريس. بعد كده اكسترنال اوديتوري كانال. قدام من ورا، ورا هلاقي الجاجولار وهلاقي الماستويد. تمام. وكمان الاستالويد اهو. قدام هلاقي الكاروتيد سواء فيرتيكال بارت او هوريزونتال بارت، وهلاقي التي ام جي. تمام كده يا جماعه. اوكي احنا كده خلصنا يعني الجزء الصعب في الانر اير. باقي الانر اير الجزء ده ايه بقى؟ انترنا اوديتوري كانال انا لقيتها ساجيتال، فالنير قدامه ولا ورا؟ ده انتير، ده هيبقى مين؟ انتير وسوبير هيبقى فيه هيبقى ايه؟ فيشيال نيرف. انتير وانفيرير كوكليير. اما ده وده سوبيرير وانفيرير فيستيبولار، يبقى ده كده الايه؟ انتير وده بوستيرير. طيب انا دخلت جوه شويه بدات اشوف الاستراكشرز بتاعه الانر اير. لغايه دلوقتي دي الانترنال اوديتوري، يبقى ده فيشيال كوكليير سوبيرو انفيرو فيستيبولار. لو ما بينهم حته عظميه صغيره هيبقى كريستا فالسي فورمز. يبقى ده الاستراكشر ده ايه؟ تبع ايه؟ كوكليا. والاستراكشر ده تبع ايه؟ يبقى دي ايه بالظبط في الفيستيبيول؟ سوبيرير. ودي انهي كانال؟ لا انا ورا بوستيريو سيمي سيركولار كانال. تمام. تاني تعال نجيبها من اللي فاتت. اللي فاتت انا هنا قدام وورا، فده هيبقى انتيرور اللي هو الفيشيال نيرف وكوكليير نيرف، وده فيستيبولار سوبيرور وانفيرور. تمام. لو دخلت قدام شويه هي فيشيال وكوكليير، يبقى دي مين دي؟ الكوكليير. وده سوبيرور فيستيبولار وانفيرور فيستيبولار، يبقى دي مين دي؟ فيستيبيول. انا هنا ده بوستيرور وده انتيرور صح كده؟ فمتوقع طالما انا بوستيرور انهي كانال اللي هتشاف؟ بوستيرور سيمي سيركولار. ومتوقع طالما ده سوبيرور وانفيرور انهي كانال اللي هتشاف؟ سوبيرور. اللاترال سيمي سيركولار لاترال للليفل ده لانها ساجيتال. تمام. اوكي. انا دلوقتي اكسيال، ده 7 و8 عادي خالص. تمام. دي مين؟ مين دي الاول؟ الفيستيبيول. لو الفيستيبيول ورا يبقى الحاجه اللي قدام دي اللي هتمشي من فوق الكوكليا الفيشيال، لابرينثاين سيجمنت اوف الفيشيال. الحته دي الفيستيبيول، ودي الحته اسمها كراس كوميونيس مش مشكله. دي سيمي سيركل كانال ودي سيمي سيركل. دي مين؟ بوستير. ودي مين؟ الحدود الحصان دي اللاترال. تمام كده. يبقى دي بوستير سيمي سيركل كانال، دي لاترال، دي فيستيبيول على بعضيها، دي اسمها كراس كوميونيس اللي هي فتحه السوبيرو سيمي سيركل، وده الفيشيال نيرف. نزلت تحت شويه. تمام. دي الجينو بتاع الفيشيال نيرف صح كده، ودي بدايه الكوكليا هتظهر. لكن دي مين على بعضيها؟ الفيستيبيول لاترال سيمي سيركولار كانال بوستيريور سيمي سيركولار كانال 7 و 8، وده الميكلز كيف. ماشي. نفس الكلام دي كلها على بعضيها هتبقى مين؟ الكوكليا. الفيستيبيول هنا بتخلص، مين اللي بيفتح فيها؟ البوستيريور سيمي سيركولار كانال بتفتح فيها، ودي الفيستيبيول، ودي كلها على بعضيها الكوكليا. ماشي. مشكله التفاصيل بقى. تمام. طب انا دلوقتي مصور ايه؟ كورونا. شايفين الحاجه دي؟ الحاجه دي اللي هي مين؟ الميد. بالظبط كده، اللي هي البونز والمضله. مين ده؟ ترايجيمينال. ومين ده؟
الفوليكلس تمام. وده مين وده مين؟ 7 8. والحته دي تنتوريوم وده انهي هور؟ تيمبرال هور تمام كده. واللي هنا هتبقى الهيب كامبس والكلام ده تمام. يبقى دي عندنا مين؟ فيستيبيول. يبقى دي مين؟ سوبيريور سيميسيركل كانال. ودي لاترال. انا المره دي كورونال بقى تمام. لاترال سيميسيركل. وانا في الكورونال البوستيريو بتبان لوحديها خالص ورا تمام. واللي تحت الفيستيبيول دي ممكن تكون مين؟ بدايه الكوبيا ماشي، اللي هي البيزل تيرن بتاعه الكوبيا تمام. طلعت قدام شفت مين لوحديها؟ الكوكليا. ومين الاستراكشر اللي فوقيها؟ فوق الكوكليا فيشيال نيرف اللي هي الايه، لابرينثاين سيجمنت تمام، وفيشيال نيرف او قدام خالص اللي هي الانتيريور.